السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا نتكلم الآن شوية ونكمل في محاضرة الماث. لا، مثل ما حكينا، خلينا نحط السلايدز على جنب، خلينا نفتح شاشة الماتلاب تبعتنا. في الأمر ديسك، زي هذا جاي من ديسبلاي، يعني هذا جاي من ديسبلاي. يعني لو قلنا احنا الان مثلا مثل ما معطينا سؤال هون، مثال هي عباره عن اري مصفوفه بس من سطر واحد، هي واحد اثنين ثلاث. لاحظوا لما تكبس انتر طلعت عندك اكس بتساوي 1 2 3 4 5. طيب افرض الان انت حطيت التالي سي ال سي وحط عندك المصفوفه بتاعتك هي اكس. الان عندك ديسك تفتح قوس اكس. او شفتوا خلل، انا حطيت يمين ديسك، نعم انت شوفوا طلعت عندك بدون الاكس، يعني هو ببين لك قيمه الفاريبل بدون ما يحكي لك شو هو الفاريبل. طيب نعمل سي ال سي، كيف احنا نعرف الفاريبلز اللي عندنا؟ حكيت لكم هو بينا الفاريبلز اللي عندنا. طيب شو هم الفاريبلز اللي عندنا؟ نحط امر هوز، طبعا كنت قبل ما انت لما انت خصصت هوز شايفين اكس، وهو لاحظوا الفاريبل اكس هو عباره عن ايش؟ مصفوفه 1 في 5 ايوه معطيك اياه، ومحتل 40 بايت من الفاريبل. طيب شو بالنسبه للامر الثاني؟ لاحظوا اول امر حكينا عنه فورمات من المحاضرة الماضية ديسك افترنج. افترنج طب انت الان كيف بدك تعرف كيف بيشتغل افترنج؟ حط هيك اف برنت، اف برنت اف برنت اف برنت اف اتوقع صح ولا لا؟ اف برنت خلينا نجربها اف F. شايفين برنت اف مش اف برنت اف برنت اف ما في خلل موجودي مش اف برنت اف برنت اف. شوفوا هاي هي طريقتها، هاي هي طريقتها، بيعمل لك الداتا كتكست فايل. كيف يعني؟ خلينا نعطيك مثال. الان انت احنا عارفين ننظف الساحه تبعتنا، احنا عارفين شو هي اكس صح ولا لا؟ خلينا نكتب الامر الثاني اف برنت اف، اكتب العباره اللي بدك اياها the value of a if. لاحظوا بدك تعمل هيك مش بدك تشوف واحد بس هيها از شو قيمه الفاليو اوف اري اللي هي الاري شو تبعت الاري. حط الان الفاريبل اللي انت مخزنه في قيمه الاري اللي هو اكس، انت مخزنها في اكس حطها اكس. The value of array is لاحظوا لازم اعطانا اياها هون، ليش ما اعطانا اياها؟ خلينا نتاكد منها اكس. لازم تبين الواحد هون. ترى حلو بالماتلاب انك انت بتصير تعرف شو هي المشكله تبعتك. شوفوا شفتوا الخلل اللي انا وقعت فيه الان؟ مين بيقدر يعرف شو هو؟
الخلل اللي انا وقعت فيه. مين بيقدر يحكي لي شوف اللي انا خربطت فيه؟ لا لاحظوا عندكم نرجع نمحيها ونحط المثال اللي معطينا اياه في السلايد. اكس بيساوي 10، اكس بيساوي 10، لا هاتك بس انت اكس بيساوي 10 اعطاك اياها. The value of x مثلا شو اللي انت بتستنتج؟ شو اللي بيعطيك؟ خلينا احنا نتعلم ستيب باي ستيب مثل ما انا تعلمت الان من الخطا اللي انا وقعت فيه. شوف كيف يعطيك the value of x. اعطاك هذول اذا انتم ملاحظينهم اللي هم ايش فيها الامر بالمتلاب هذول اعطاك اياهم هون. طيب انا اول شيء كيف بقدر انزلهم هذول لتحت لهون؟ كيف بقدر؟ متذكرين السي وسي بلس بلس؟ خلينا ننزلهم. بتقدر تعمل اللي هي السلاش باك سلاش ان، صح ولا لا؟ لاحظوا الان نزل لتحت. اذا اول شيء نزل لتحت، فهي نزل لتحت. طيب كيف بقدر احط الفاليو تبعت الاكس اللي انا خزنتها؟ باجي على الامر الان هيو، والفاليو تبعت اكس اللي هي لازم تحط ايش؟ العلامة المئوية للجي. هيك الآن أنت بتستدعي الفاريبل، لما تحط الفاليو المئوية للجي بالإكس تستدعي. أين تستدعي الفاريبل. The value of X 10. The value of X 10. واضح؟ نرد نعيدها. The value of X 10. اذا هيها اللي بتستدعي انت ايش؟ الفاريبل اكس. يعني احنا عاده ما بنستخدمها كثير الاف برنت، وما بنستخدم هاي، بس يعني هي جماليه، بس هيك بعرفوها. سي اس ما خليني اجرب هاي الشغله. خلينا نقول واي بتساوي اري، خلينا نقول واي بتساوي باي 4 ضرب باي. انتوا متذكرين شو باي صح؟ باي لي ايش؟ هو الباي اللي هو تبعنا 13 بي ابدا. اي اعطاك اياه. طيب نكتب الان التالي اف برنت اف. تخيل البرمجه الحلو فيها يعني اللي عنده شويه برامج كونسيبت ما بتغلب. البرمجه شيء حلو كثير، واللي عنده بروجرام كونسبت بيقدر يتعلم بسهوله، خصوصا من شوف اذا انت ما سوق، اذا انت سوقت السياره وما دعمتها اربع خمس مرات يعني بجزء من حياتك ما تكونش تعلمت، يعني كلياتنا اخطاء. مثل ما كنا نمشي، يعني انا بقول لك عنها، انت حاول انك انت تمارس اللي الولد الصغير اللي عمره سنه عشان يبلش يمشي يمشي وبيقع بيمشي وبيقع بيمشي وبيقع. نفس الشيء بالنسبه للبرمجه، برمجيه الماتلاب يعني كثير مهم مهم. احنا اشتغلنا عليها يعني انا منه علي، يعني كانت جزء كبير من رسالتي، حتى الماجستير كله ماتلاب بالاردن، الدكتوراه كان في جزء كبير من رسالتي بالماتلاب. دخلنا كثير بكودات يعني، وانا بنصحك انك تتعلم. هي يعني زي الانجليزي معروفه بكل العالم، بس ايش اللي مش كويس فيها؟ انها مش اوبن سورس، مش مجانيه مثل بايثون، مش مجانيه مثل بايثون. يعني الناس الان صارت تجرب بايثون، ولكن احنا الان الكورس تبعنا على المكتب. خلينا نجرب. انا والله هاي الاوامر اقول على ناسيها. احنا بنشتغل اوامر ثانيه يعني بروجرامينج برمجه، بس انا هاي خلينا نجرب. خلينا نكتب value of array هنا نحط علامة الهاي جي، ونحط هاي اللي احنا بنعرفها ال، ونحط كمان مرة ال. والله خليني اجرب هاي هيك هاي، بنكتب واي كررها ثلاث مرات.
شفتوا كيف؟ استنتجت انا الان شغله انه سي ال سي اللي انا كنت بشك فيها وطلعت او خليني أبقى. شوفوا لو انا حطيت ان يعني لاحظوا هون باكسلاش ان باكسلاش ان شايفين كيف؟ يعني معناها اطلع سطر فشك سطرين هاي فشك سطرين فشك سطرين لاحظوا هو ني يعطيك هون قيمه الفاريبل ما اعطاني قيمه كل المصفوفه انا هذا اللي كنت بدور عليه اعطاني اول مره الاليمنت الاول لاحظوا واي شو هي واي ايها واي اعطاني اول مره قيمه الاليمنت الاول ثاني مره اعطاني قيمه الاليمنت الثاني ثالث مره اعطاني قيمه الاليمنت الثاني ما بعرف ما اعطاني اياها كاروي ما اعطاني اياها كاروي والله خليني اشوف الامر تي موجود شايفين تي اللي هو تاب زي السي بلس بلس ترى مش ال اللي هو نيورو كيف الان بخلص منها سي ال سي واضح اذا مثل ما معطيك هون نوت اللي هو البرسنتج الجي is the number format character and is replaced هذا هو اللي بنعمله replace بالاكسل يمكن انت لاحظوا الان احنا شو هن الفاريبلز اللي عندنا شو هن لحد الان اكس واي صح ولا طب شو هن تعريفات الموز اين اكس واي شفتوا كيف طيب كيف انا ممكن اسيب الفايل تبعي لاحظوا سيف لو انا كتبت سيف الان سيف انا ايه بدك لا ايوه لازم انت تكتب سيف بس ايش طلع عليه اكزامبل ليش ما سيب الاخ هات نشوف ليش انا ما بسيبش انا بسيبش بالطريقه هاي لان احنا اصلا 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 انا ما بشتغل بوت سيف فايل نيم سيف يور فايل نيم ايوه سيف مثلا طب خلينا نكتب الان سيف محمد انا able to write file محمد 2 بل مش يدري انا ذيك ان صح انا هون انا ما عملت run as administrator صح تعرفوا انا نسيت بالحاله طبعا انا لانه في اكثر من يوزر على اللابتوب تبعي هون لما انت بدك تسيب شيء لازم تعمل هيك هاي شايفين الماكيات تعمل رايت كليك شايفينها run as administrator run as administrator انا ما عملت انا فتحت الماتلاب مباشره run as administrator وبالتالي انا بقدر اسيب بالسي انا الان ما بقدر اسيب بالسي لانه بقدر اكتب بالسي بالسي ولكن انت اكتب الامر سيف واسم الفايل راح يسيب ان شاء الله اوكي هاي بس يعني عشان تعرفوا ايوه راح اعلمكم بعدين مثال بسيط عليها خلينا الان نيجي هون الرينج لديتا الرينج لديتا خلينا نعمل سي ال سي شو يعني الرينج لديتا افرض انا الان بدي اكتب هاي المصفوفه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاي سهل اكتبها المصفوفه شايفين هاي هيك لو قلنا كي بيساوي هاي سهلة صح بس افرض كانت عندك من تي من 1 ل 100 كيف بدي اكتبها؟ اني اكتبها من 1 ل 100 صعب او من 1 ل 1000 والله بدي اقعد اسبوع انا بكتب فيها شو بعمل؟ تي بيساوي 1 مثلا 1000 لاحظوا هون انه عطاك اذا حطيت انت ال السايز تبع تي في البوز راح طلعت عندك 1 ل 1000 طيب سي اس طب افرض انا يعني من 1 ل 1000 تمام مره
التي كان بالواحد يعني 69 69 69 69 70 71 72 73 74 لاحظوا هذول كلياتهم الواحد الفرق بيناتهم. الرد نعطي مثال بسيط يعني خلينا نقول R بيساوي 2 لحد 8 شو راح يكون الجواب؟ مين يقول لي؟ بس يزيد 1 2 3 4 5 6 7 8 فبفرض انا قلت التالي تي بيساوي لاحظوا تي الجديده حتغطي على تي القديمه تي اول مره شو كانت؟ من 1 ل 1000 طب انا قلت تي الجديده الان تي الجديده بتساوي 3 2 10 او خلينا نقول 9 3 خلينا نقول لك 1 3 15 أو 6 في نفسي حلو واحد مشي ليها ثلاث خطوات وعلى اللي بعديها إذا واحد 3 16 يعني أول واحد واحد الثاني زيد 3 3 زائد 1 قديش 4 الثاني شو 4 زائد قديش 3 7 الثالث اللي بعديها 7 زائد 3 قديش 10 13 واضح؟ هاي الآن أنا أقول التي يساوي 10 نقطتين سالب 2 لعد 1 شفت كيف؟ 10 من 2 هاي سالب 2 8 مين سالب 2 6 سالب 2 4 لاحظ سالب 2 ناقص 2 قديش؟ 2 طب 2 ناقص 2 قديش؟ 0 بس الصفر هل هي اخر شيء بالرينج؟ لا اخر شيء بالرينج انا معطيك اياه واحد حيوقف بالتالي عند 2 ما حيحط واحد؟ لا حيحط واضح؟ هاي مهمة جدا جدا تعرفها طيب افرض الان سي ال سي اعطاني تساوي 0 لحد اي حاولوا طبقوا هذا المثال. وكرييتنج فورمولا سهل جدا جدا انك انت اي مثل ما حكيت لكم يعني هذا مثال شرحناه زمان راح نكمل ان شاء الله بعدين الله يعطيكم العافيه والله يوفقكم ان شاء الله بهذا